هذا ويعاني النازحون الفلسطينيون من ندرة الطعام ويعتمدون على الجمعيات الخيرية التي تقدم لهم وجبات في المخيمات. ومع تردي الأوضاع الأمنية في رفح الفلسطينية، حذرت الجمعيات الخيرية من غلق مقرها نتيجة إغلاق قوات الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح. ممكن تكون آخر يوم، لأنه بجد الوضع صار ما يساوي في رفح، نقص الوقود، نقص الغاز، حتى ما فيش إمكانيات إن احنا نعملها. الناس بدأت تنزح، وإحنا هنا عدنا نزحنا زيهم، إحنا كنا نساعد النازحين، إحنا بدنا حدا الحين يساعدنا. 80% انهم هم بيعتمدوا على اكل التكيه، لا بيقدروا يجيبوا اكل ولا يوفروا شرب، فكل اعتمادهم على اكل التكيه، اذا تفكرت التكيه مش هياكلوا ولا هيشربوا، يعني اجانا كذا واحد من الصبح على نفس الكلام، بيقولوا حاولوا يعني تفتحوا تكيه في المكان اللي ينزح فيه، الحين احنا بدنا حد يقوينا احنا كمان.